السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول في اللون خدنا ونرجعي. الموضوع فيما يخص هذه الانتخابات مزورة دائما، كانوا يزوروا في الانتخابات في الجزائر وليس لهم أي اعتبار للشعب أو كلمة الشعب. يتضح اليوم جليا، يعني كل الناس شافت أن الانتخابات هذه مزورة، لكن هما ماشيين في طريقهم، يعني مش ما يقدروش الشعب لكن ما يعتبروش أنه موجود. هذه المشكلة، مسألة وجودية، يعني كان هذا الشعب ليس بموجود، ويجي هذا الشرفي الذي لا شرف له، ما يعرفش معنى الشرف، مش عارف كيف يسموك شرفي. كان يكون المفروض يسموك شيطان، لأنك كنت شيطان لمدة عشرات وعشرات السنين، وأنت من المتآمرين وعبيد للأرجل البيضاء إذا كنت تعرف، وإلى الجنرالات التي تتقدمت في السن من مثلك في السرقة والنهب والكذب والتلاعب على إرادة الشعب الجزائري. لكن أنا أريد إيصال ما في خاطري، كما يقول لك أن الشعب هو الذي شارك هذا النظام. شاركتم هذا النظام لأنكم لم تثوروا، لأنكم لم تثوروا ضده، وتركتم يعني إنسان مثل هذا الذي كان المفروض الناس تقول بكري لعلامة الصلاة في الإنسان على أساس أنها تكون موجودة في جبهته. أنا أقول لكم هذا الإنسان، هذا بالذات علامة الشيطان موجودة في وجهه، أنه الشيطان يدعي الأمان أو الإيمان. هذا شيطان حي متآمر على الشعب، متآمر على مصداقية الشعب، يكذب على الشعب، يخادع الشعب، متآمر على الشعب، وهو مع العصابة التي ذهبت والتي هي موجودة الآن. هذا أحد أعمدة العصابة، هذا أحد خدام أرجل البيضاء وجنرالات العساكر. هذا إلا قذارة موجودة في النظام. يقول أن مدة يعني ناس كيزون فوتي وي اللي قالوا نعم هي 66% و 33% اللي قالت لا. شوف كي يلعبوا بالورق، وإنما هي ما فيش 3% اللي فوتت، واللي فوتوا أغلبتهم البوليس والعساكر، وخلاهم لجندارميري والدارك خلاهم يروحوا مرتين ثلاثة. لكن الشعب إذا كان ما فوتاش، احنا ما قلنالوش امتنع وبقى في ديارك، تمتنع وتبقى في ديارك، يعني تخليهم يلعبوا كما قالت لكم الأحزاب. الأحزاب قالت لكم روحوا ودوروا، لا علاه قالت لكم روحوا ودوروا؟ لا، باش يكون واه، باش يكون نعم. هذه الأحزاب اللي راكم تبعوا فيها وتسمعوا لها، الأحزاب منهم مقري، منهم كل كلاب وأذناب هذا الحاكم الظالم، نظام الفاسد. يعني ماذا؟ يعني يقول لكم نعتبروكم مش موجودين كشعب، يقول لكم احنا الآمر الناهي في الجزائر. إذا كان الشعب يقبل بهذا الوضعية فمبروك عليك. مبروك عليك ماذا؟ مبروك عليك العبودية. لكن الحمد لله في بعض المدن، قبائل بجاية وهران، ثاروا خرجوا في الشوارع. لكن ما نريد أن الجزائر كلها تكون قبائل، لأن القبائل لها كرامة
وتريد الحفاظ على الكرامة هذه مهما كان الثمن، تريد الكرامة لنفسها لكن تريد الكرامة لكل الجزائر. Sorry for that. يتكون مثل القبائل وتتحرر مرة للأبد. إذا كانت الجزائر تريد تحرر وتريد تحرر كاملة، لازم أن تثور مثل كما ثارت القبائل، لأن نعلم في السياران، نعرف أن لو نشاركهم بلاء والذهاب إلى هذه الانتخابات، وحتى لو كانت النية أن الإنسان يقول لا في الانتخابات، يعني شاركتهم، أعطيتهم شرعية أنك ذهبت إليهم، وبهذا هما يستغلوا هذا ذهابك، أنت حطيت لا لكن يظهر في الصندوق نعم، وهم ظهروا لك 66% قالت نعم وانت قلت لا، لكن من قال لك اذهب؟ كل انسان قال لك اذهب ودير لا يريد فقط تشهير بك كانك ذهبت، تشهير بك، لكن الارقام هي ارقام محطوطه على الورق مسبقا، وقام بالتزوير هذا شرفي الذي لا شرف له، قام بها وقال انه 66% قالت نعم. يريدون تمرير ما يريدون، تمرير قانون العصابات، قانون انتهازيين، قانون الرجل البيضاء، القانون ماذا يريدون أسيادهم وراء البحار، ماذا تريد فرنسا لا تدلي لهم بالأوامر وهم ينفذون، الجنرالات اللي خانت الأمانة، نتمنى أن الجيش يقوم ضدهم، أن كل الأحرار نقولها إذا كان نعرف ما قيمة الحرية في لجان سولدا تاعنا، لجان الكولونيل، أنهم يوعوا في أوساط العسكرية لازم يقوموا ضد هذا النظام، حان الوقت، لأنها يريدون تكسير الجزائر، وهم سيقولون أن القبائل هي الوحدة اللي ثارة، الجنرالات ستقول ذلك، والنظام الفاسد، لأنهم يقولوا أنهم خارجين على الطرق، طريق كما يقولوا هنا. نو، القبائل دائما كانت أحرار، والمصيبة في بقية الشعب الجزائري، هل يريدون الحرية أم يريدون البقاء تحت الدكتاتورية، تحت العبودية نقولها، لأن العبودية أصبحت في هذا القرون لا تأتي بأسلحة ضدك حتى يعني تعبدها، نعم، يجيك بسياسات، يجيك بتلفزيونات، يجيك بناس لسانها حلو تعرف تطريك كما نقول أنا، تطريك وتخليك تقبل، لكن على الشعب أن يعرف ويوع، والشبيبة خاصة والطلبة أنتم المستقبل، هذا مستقبلكم، إذا كان الآن ما كمش لقين تخدموا بعد تخرج، مش قادرين تسافروا، مش قادرين حتى تأكلوا، مش قادرين تسكنوا، لأنكم ساكنين مع والديكم وأنتم في سن الثلاثينات والأربعينات، هذا الحال غادي يدوم ويزيد يطول أكثر من هاك، ويزيد الغبينة تكثر، لأنكم أنتم المضرين أولا، لأنكم أنتم مالكم المستقبل، نورمالمون المستقبل تاعكم يكون زاهر وتبنوه، لكن عمر العجزة ما يبنوه لكم، جو فودير سلا من القلب، يعني إنسان اللي راه ميت في السبيطار في ألمانيا مش ممكن يدير لكم مستقبل يديروه دي جون واعيين وطنيين، ناس اللي تفكر في الجزائر وفي شعبها، لكن هذو يفكروا في قوات خارجية، يفكروا في فرنسا، حماية فرنسا، مصالح فرنسا، والآن راكم
ما طرتوش ضدهم ça veut dire quoi? Vous acceptez d'être des esclaves. لأنكم قبلتم وسكتتم وصمت مرات أكثر من الظلم. إنك تسكت ما تثورش تكلمش على حقك مع مستقبل أولادك. مشي هذوك اللي بنوا الجزائر لأنهم ما بنوهاش في مدة 60 سنة. مستحيل إني يجي فيه اليوم اللي فكروا يبنوها وهما ما حكى على الموت هما رايحين القبورة. تي بونس كو فون بونسي أتوا نو. هما خموا في ولادهم وخموا في أجيال لولادهم وخموا في مصالح خارجية لفرنسا وغيرها إمارات وغيرها. ظنوا إنه غادي يفكروا فيك يوم لو ما تفكرش أنت في نفسك لو أنت ما تثورش ضد هاد الناس. أنا ندعوكم أن تثوروا ضد هذا الحاكم ضد هذا النظام نظام أرجل البيضاء. إذا استطعتم إطاحة به فانتصرتم وانتصرت الجزائر وانتصر الشباب والطلبة والطبقة العاملة ستنتصر. لكن لازم يحيوا ضموركم الضمائر تحكم لازم تحيا وتفوق. ما معنى الحياة إن لم تعيشها؟ ما معنى الحياة؟ هذا سؤال. ما معنى الحياة إن لم تعيشها؟ إن لم تكون كما يقول لك في حياتك مبسوط، كما تكون فرحان، تكون عندك دار، تكون عندك سكنة، أولادك يقروا، أولادك يتعلموا، أولادك تعرف أنه مستقبل قدامهم. لكن أنك ما تلقاش تأكل وبدراهمك ما تعرفش تخرجهم، عارف باللي راك عبد، تو ان اسكلاف. وهذا سيتا ديسيسيون، قرارك. إذا كان تبغي تحرر فأهلا، أبواب الحرية تبدأ بالثورات، أنك تثور. أبواب الحرية تبدأ أنك تثور. هذه كلمتي للشعب الجزائري. إذا كان أريد التحرر فعليه أن يثور ضد هذا النظام. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.